الدكتورة أسمهان الوافي مختصة في علم الوراثة والبحوث الزراعية وحاصلة على شهادة دكتوراه من جامعة قرطبة في إسبانيا. ابنة المغرب أسمهان حصدت خبرة تزيد عن 15 عاما وشغلت مناصب إدارية كثيرة، منها مستشار أول نائب مساعد الوزير في قسم البحوث في وزارة الزراعة الغذائية في كندا، وهي الآن مديرة المركز الدولي للزراعة المحلية في دبي. أثبتت أسمهان الوافي جدارتها في مجال العلوم، ما دفع القيمين على التكريمات لترشيحها، فحصلت على جائزة أقوى امرأة عربية وغيرها الكثير من الجوائز العالمية.